الاهلي وسموحه والزمالك والمقاولين ماتشين صعبين على الاهلي والزمالك، توقعاتك للماتشين؟ ان شاء الله الاهلي هيفوز المره دي 3-1 والزمالك 2-0. الاهلي 2-1 الزمالك هيكسب 2-0. الاهلي ان شاء الله هيكسب 3-1 او 2-1 يعني، وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي هيكسب 2-0 والزمالك ممكن 1-0. ممكن اسمه الزمالك يكسب 2-0. لقاء قوي، طارق العش بيعرف يلعب الاهلي كويس، بس الاهلي بيخلص وهيبقى ماتش صعب، بس ان شاء الله الاهلي هيكسب. الزمالك هيكسب كام؟ يعني 3-2 او 3-1 يعني الاقرب الزمالك يكسب، بس المقاولين برضو ماشي كويس مع شوقي غريب، بس الزمالك بيعرف يكسب يعني، هو بيلعبش حلو بس بيكسب. الاهلي في اخر ماتشين ليه، في ماتش تعادل مع فيوتشر والماتش الثاني كسب في اخر دقيقه كمان، فان شاء الله احنا نكمل الانتصارات دي عشان احنا كنا ماشيين في الدوري من الاول بطريقه كويسه، فان شاء الله نكمل لحد اخر الدوري بطريقه كويسه باذن الله. الاهلي وسموحه ممكن 2-1 الاهلي، والزمالك 2-0 للزمالك. الزمالك والمقاولين اتوقع ان الزمالك هيكسب بسبب الانتصارات المتتاليه اللي بيحققها. شايف ان الاهلي في الفتره الاخيره مستواه بيتراجع، بيكسب بالعافيه؟ هو مش بيكسب بالعافيه، بس هو فقط عشان تغيير التشكيله وكده، في ما فيش انسجام بين اللاعبين مش اكتر. هو اخر كام ماتش هو بيكسب يعني، اقول في اخر الوقت شويه. هو مش بالعافيه، هو بس عشان زي ما انا قلت لك برده ان اي فرقه بتلعب قدام الاهلي لازم تبقى حديد، وتقدر تقول كله بيدافع يعني، يجيبوا الجون مثلا في الاهلي بعد كده يبتدوا يدافعوا، خلاص ال 11 لعيب جوه ال 18 انت مش عارف تتصرف ازاي. المدرب لسه مش قادر يحط ايده على التشكيله الاساسيه، وفي نفس الوقت هو بيجرب، واللي بيكسبه الفروقات الفرديه ويروح اللعيبه، لكن كاداء وثبات تشكيل وخطه في الملعب لسه محتاج وقت. شايف مين اللي هيتالق في ماتش الاهلي وسموحه، مين اللي هيتالق في ماتش الزمالك والمقاولين؟ اللي هيتالق في ماتش الاهلي وسموحه يعني انا اتوقع في الاهلي ممكن احمد عبد القادر ومحمد قفشه، وفي الزمالك ممكن امام عاشور هو اللي عندكم بصراحه يعني، هو احمد سيد زيزو. في ماتش الاهلي ممكن محمد مجدي قفشه، وفي ماتش الزمالك سيد زيزو حسين الشحات، قفشه، سواء محمد شريف، سواء علي معلول. قال لك في ماتش الاهلي ان شاء الله محمد مجدي قفشه ومحمد شريف، ماتش الزمالك اتوقع زيزو.